ترقب كبير وآمال عالية بين الجماهير العربية قبل الجولة الحاسمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، مباراتان تخوضهما كل من منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس في 25 و29 من مارس لحسم مشاركتهم في المحفل الكروي العالمي. في مصر فاجأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجماهير باختياراته في قائمة المنتخب لمباراتي السنغال. تشكيلة الفراعنة غاب عنها محمد شريف بعدما كان أحد العناصر المستدعين في أمم إفريقيا، بينما عاد محمد مجدي أفشة. وبذلك يعود كيروش لإثارة جدل الشارع الكروي المصري بخياراته. أما تشكيلة جمال بالماضي فشهدت هي الأخرى جدلاً واسعاً بين الجماهير الجزائرية، استبعاد كل من بغداد بنجاح وسعيد بن رحمة وياسين إبراهيمي من مواجهتي الكاميرون كان بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل. ورغم الجدل المثار حول استمرار غياب كل من حكيم زياش ونصير مزراوي عن تشكيلة المغرب لمواجهتي الكونغو الديمقراطية، أثار قرار وحيد خليلوزيتش استبعاد المدرب المساعد مصطفى حجي من منصبه دهشة في الشارع الرياضي المغربي، خاصة بعد 8 سنوات من وجود نجم المغرب السابق ضمن الجهاز الفني. واستعدت تونس لمواجهتي مالي باستدعاء المدرب جلال القادري لاعبين غابوا عن نسور قرطاج خلال كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، من بينهم اللاعب الوسط فرجاني ساسي والحارس معز حسن. وبين الجدل بشأن الاختيارات والآمال والتوقعات، تنتظر الجماهير العربية بشغف مواجهات ستبقى الأهم في مسيرة منتخباتها لسنوات.